البداية في الساعة الإخبارية الأولى محلية، حيث قال المدير العام لشركة إدارة وتشغيل الموانئ عبد المجيد الجرالة إن ميناء العقبة ما زال قادرا على استقبال البواخر وتخزين المواد القادمة عبر الميناء، مشيرا إلى أن إضراب سائقي شاحنات لم يؤثر على حركة السفن. وبين الجرالة للمملكة أن البضائع الموجودة والمكدسة في الميناء نتيجة الإضراب هي عبارة عن شحنات حديد ومواسير وسيارات بانتظار رفع الإضراب، مبينا أن الميناء قادر على استيعاب أي شحنات تأتي من البواخر. أرحب مباشرة بالمدير العام لشركة إدارة وتشغيل الموانئ السيد عبد المجيد الجرالة، أهلا ومرحبا بك معنا. سيد عبد المجيد، تصريحاتكم اليوم كانت واضحة بأنه لا تكدس في ميناء العقبة أو في الموانئ بشكل عام في العقبة، نريد الاطمئنان والتأكيد على هذه المعلومة بتفاصيل أكثر. سيد عبد المجيد تفضل. مساء الخير أخي الكريم. يعني بالنسبة للسفن كما أشرت أنا في اللقاء السابق مع قناة المملكة الكريمة، لا يوجد سفن في الميناء تحت التفريغ. السفن اللي كانت موجودة تم تفريغها وغادرت الميناء، ولا يوجد بواخر بالانتظار للدخول إلى الميناء إلا ما سيأتي غدا أو بعد غد بالسفن المنتظرة. ساحات الميناء، يوجد لدينا ساحات متسعة في الميناء الحالي اللي احنا موجودين في ميناء البضائع العامة، يعني النسب المرافق المشغولة بالبضائع المخزنة لا تتجاوز 30% و 70% مساحات خالية. يعني مهما كان حجم البضائع القادم لنا سيتم استيعابه، سواء كانت بضائع خشب حديد سيارات. الآن إحنا موجود عندنا ورح يجينا غدا كمان سيارات، 3500 سيارة بننتظرهم غدا على سفينة واحدة. المتسع موجود، ويوجد يعني لدينا خطة بديلة لاستيعاب المزيد من البضائع. في تصريحاتك اليوم تحدثت بأن الميناء لم يشهد أي أعمال للمناولة وبأنه قادر على استيعاب بضائع البواخر القادمة خلال الأيام المقبلة، كم الفترة التي نتحدث عنها خلال الأيام المقبلة سيد عبد المجيد، وما هي الخطة البديلة الموجودة لديكم في حال استمرار إضراب أصحاب سائقي الشاحنات؟ أخي الكريم، أنا لا أتحدث فقط يعني عن قدرة الميناء على الاستيعاب، احنا وضعنا أمام ظرف طارئ وإجبارية أن نستوعب، وهذا واجب الشركة وواجب الميناء أن يكون لديه خطط لاستيعاب البضائع. أصلا بطبيعة الميناء مهيأ لاستقبال البضائع وتخزين البضائع أيا كان حجمها، لكن هذا الظرف الطارئ اللي احنا وضعنا أمامه نأمل أن لا يستمر، ومن خلاله نوجه المناشدة إلى إخواننا أصحاب شركات النقل مرة ثانية وثالثة وأصحاب الشاحنات أن تنتهي هذه الحالة وأن نعود إلى العمل في قطاعات يعني بحاجة إلى بضائعها، مستورد للبضاعة، مستورد للسيارة، المستورد للسيارة بحاجة إلى بضاعته لتسويقها، في عندهم عقود، في عندهم التزامات، في نأمل لا يستمر هذا الوضع. هذا وضع اضطراري ووضع حرج، نأمل أن لا يستمر. أما الميناء فالميناء قادر على استيعاب البضائع، وهذه مهمة الميناء أصلا، هو استيعاب البضائع وتخزينها. نحن نتحدث عن سيناريوهات سيد عبد المجيد في حال الاستمرار في هذا الإضراب وعدم وجود أي حلول، نتحدث عن سيناريو. نحن نعلم بأن الميناء قادر على الاستيعاب وهذه مهمة هذه الشركة ومهمة الميناء، ولكن الآن في حال الاستمرار، وتحدثت قبل قليل بأن هناك خطة بديلة لديكم إذا استمر الوضع، ما هي الخطة البديلة تفاصيلها بشكل أوضح إن كانت موجودة فعليا؟ الخطة البديلة هي تخزين البضائع في مرفق آخر، في مرفق آخر غير الميناء الرئيسي لاستيعاب المزيد من البضائع، سواء كانت بضائع عادية تحتاج إلى آليات أو روافع أو عمال أو سيارات. يعني لا أحدد مدي، لكن يعني أنا أستطيع يعني أني أجزم لك أن احنا قادرين على استيعاب أي حجم بضاعة قادم للميناء.
نعم. الآن فيما يتعلق بالمواد ذكرت بأنها سيارات، مواسير وأمور بعيدة عن المواد الغذائية والتموينية، هل هناك في الشحنات القادمة إليكم خلال الأيام القادمة أي شحنات تتعلق بالمواد الغذائية لربما قد تكون مدرجة على جدول الاستلام؟ أخي، المواد السلع الاستهلاكية لا يوجد سلع استهلاكية إلى ميناء البضائع العامة. السلع الاستهلاكية تستورد وتصدر عن طريق ميناء الحاويات وليس عن طريق ميناء البضائع العامة. لكن المواشي الحية هي اللي يتم مناولتها عن طريق ميناء البضائع العامة، الميناء الرئيسي. احنا في عندنا سفينة الآن موجودة ومنتظر سفينة أخرى بعد يومين. الآن يعني يوجد خطة إن شاء الله خاصة لتفريغ هذه السفينة. من ضمن تصريحاتك اليوم سيد عبد المجيد تحدث بأنه تم رفع اتخاذ إجراءات بزيادة الأجور ورفع سعر الطن بين مختلف مناطق المملكة في من العقبة، هل تم إطلاع أصحاب الشاحنات على هذه الإجراءات وما هي الإجراءات وربما نسبة الرفع إن كانت موجودة؟ أخي، يعني نسبة الرفع اللي أقرت يعني من هيئة تنظيم النقل وأذيعت يعني في مختلف وسائل الإعلام كانت واضحة للجميع والجميع مطلع عليها، وهي نسبة مجزية. وأنا يعني التقيت بعدد من السواقين وأصحاب شركات النقل، اتصلت فيه في الكثير والعديد يعني من أصحاب شركات النقل، والتقيت يعني بسائقين بساحة الانتظار كلهم، الزيادة يعني زيادة مجزية. زيادة مجدي يعني كان يعني الحاوي 448 دينار، الآن الحاوي 500 دينار، هذه زيادة مجدي. والطن يقاس على ما أقرته الحكومة بالنسبة لوزارة الصناعة والتجارة كنشرة استرشادية، فالزيادة مجدي. نأمل يعني أنه تطوى هذه الصفحة وأن نعود إلى عملنا جميعا ونخفف يعني من الضرر الممكن على قطاع النقل وهو قطاع حيوي وعمود تجاري في الاقتصاد الوطني ونقل البضائع. نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. كنت معنا المدير العام لشركة إدارة وتشغيل الموانئ السيد عبد المجيد القرالة، شكرا لك. كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن تطبيقها منذ سنوات استراتيجية مستدامة للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع خاصة التموينية منها، وذلك بالتشاركية مع القطاعين الصناعي والتجاري. وقال الناطق باسم الوزارة ينال البرموي إن المخزون الاستراتيجي بين من مختلف السلع آمن، ولا سيما القمح والشعير، ويكفي للاستهلاك المحلي أكثر من 12 شهرا، مضيفا أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للحد من ارتفاع الأسعار عالميا على السوق المحلي والمحافظة على مخزون السلع. وأوضح أن أسعار السلع الغذائية دخلت في مرحلة التعافي من الجائحة وتداعياتها وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية. وقال المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان الأقضاء إن لدى المؤسسة مخزونا استراتيجيا مريحا من السلع الأساسية والاستهلاكية المختلفة تكفي الأسواق لمدد آمنة. الأقضاء أكد أن المؤسسة عززت مخزونها من مجمل السلع الأساسية واعتادت مع شركائها الموردين على تخزين السلع المتعاقد عليها في مستودعات المؤسسة أو تخزينها لدى الشركات بحيث يتم طلبها عند الحاجة، وذلك لمواجهة أي نقص في هذه المواد. وأكد الإقضاء استعداد المؤسسة أيضا لاستقبال شهر رمضان من خلال التعاقد على شراء السلع كافة التي يكثر الطلب عليها. أرحب مباشرة بالناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة سيد ينال برموي، أهلا ومرحبا بك معنا. سيد ينال، سنأخذ هذه التصريحات اليوم بشيء من التفصيل فيما يتعلق بتعافي مخزون السلع من تداعيات جائحة كورونا والآثار بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية. الآن كيف يتم تقييم الوضع للمرحلة القادمة بما أننا نتحدث عن تعافي من مرحلة سابقة كانت حرجة على المملكة؟ شكرا أخي عبد الله، بس دعني بداية أوضح أن التعافي الذي ورد بالتصريح الصحفي هو التعافي السلع من غلاء الأسعار وليس تعافي المخزون، لأن المخزون الحمد لله في جميع الأوقات آمن ويتجاوز الحدود الآمنة من كل سلع، ولدينا مخزون استراتيجي من كافة المواد التموينية
يغطي ويزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي. نعم. لكن التعافي من ارتفاع الأسعار الذي حدث بداية العام الحالي والعام الماضي لأسباب تتعلق بتداعيات جائحة كورونا، وهذا العام ما يتعلق بأيضا الانعكاسات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية وسلاسل التوريد، ما أدى إلى ارتفاعات على أسعار العديد من السلع الغذائية. وبالفعل الأسعار بدأت منذ تقريبا 3 أشهر بالانخفاض التدريجي، وذلك يعود بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار السلع عالميا وأيضا تراجع أسعار النفط الخام وما لذلك من انعكاسات مباشرة على كلف النقل وانخفاضها، وبالتالي أسعار السلع محليا إلى انخفاض، ونتوقع إن شاء الله مزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة. نتحدث عن السلع الغذائية تحديدا ونسبة التفاوت في الانخفاض في الأسعار أو التعافي الذي نتحدث عنه لأسعار هذه السلع المتوفرة بمخزون استراتيجي ومخزون جيد، هل نتحدث عن فروقات كبيرة في مرحلة التعافي على مستوى الأسعار؟ نعم، هذا يختلف من سلعة إلى أخرى. على سبيل المثال الزيوت النباتية سجلت بعض الأصناف تراجع بنسبة 20% وبعض الأصناف 6% و10%، سلع أخرى كاللحوم الحمراء بعض الأصناف تراجعت بشكل واضح وبنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%. والأردن أخي عبد الله كما هو معروف يستورد من مناشئ مختلفة وليس من منشأ واحد، وهذا بعزز طبعا الإجراءات المتخذة للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من كافة المواد التموينية، بمعنى أنه كافة الأسواق متاحة أمام قطاعنا الخاص والقطاع التجاري للاستيراد، وهذا نتيجة للعديد من اتفاقيات التجارة الحرة اللي وقعها الأردن مع عدة بلدان بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف، وأيضا اتفاقيات اقتصادية واتفاقيات إطارية تنظم العلاقة التجارية مع كثير من البلدان الأخرى، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة إبان جائحة كورونا وأيضا الأزمة الروسية الأوكرانية ساعدت على الاحتفاظ بمخزون كبير من مختلف المواد الغذائية، ولم يسجل والحمد لله طول أزمة كورونا وبعدها أن حدث نقص في أي سلعة تموينية، بل استمرت عمليات توريد السلع إلى المملكة كالمعتاد، وكان هنالك تسريع بالإجراءات إضافة إلى جملة من القرارات اللي اتخذها مجلس الوزراء لإدامة توفر السلع، ومن ذلك تخفيض رسوم الفحوصات المخبرية للسلع الموردة، وكذلك توفير حزمة تمويلية للقطاع التجاري لتحفيزه على الاستمرار بعمليات الاستيراد لمختلف المواد التموينية، وإجراءات أخرى أدت في مجملها إلى المحافظة على مخزون الاستراتيجي وأيضا الحد من ارتفاع الأسعار عالميا على السوق المحلي. محاور عدة للاستراتيجية التي تقوم عليها وزارة الصناعة والتجارة، لربما الرقابة هي أحد هذه المحاور المهمة في عملية ضبط الأسعار في السوق المحلي، ماذا عن الرقابة وماذا أيضا عن الاستراتيجية والخطط القادمة للوزارة في التحكم وأيضا السيطرة على هذه المرحلة من التعافي مقارنة مع أزمات لربما متوقعة أو على الأقل تغيرات قد تكون في مطلع العام القادم على المستوى الاقتصادي تحديدا بناء على القراءات الموجودة؟ الحمد لله، يعني كافة المؤشرات تؤكد أن الأمور تسير إلى الأفضل على المستوى المحلي والمستوى العالمي فيما يخص أسعار المواد التموينية، والاقتصاد العالمي بشكل عام في مرحلة تعافي، وهنالك ترابطات وتشابك مباشر ما بين الاقتصاديات العالمية. ما يتعلق بالدور الرقابي هذا جزء أساسي ومرتكز أساسي في عمل وزارة الصناعة والتجارة، وبشكل يومي يتم متابعة الأسواق و مراقبة المحلات التجارية للتأكد من الالتزام بأحكام قانون الصناعة وكافة التشريعات الناظمة للسوق،
التأكد من وفرة السلع، من أي متغيرات تطرأ بالسوق المحلي بما في ذلك أسعار المواد التموينية، واتخاذ الإجراءات بحق كل من يتجاوز أحكام القانون. خلال هذا العام، الفترة المنقضية من العام الحالي، تم ضبط أكثر من 5000 مخالف التموينية لعدم الالتزام ببعض أحكام قانون الصناعة والتجارة، إضافة لاستقبال عدد كبير من الشكاوى والملاحظات من الأخوة المواطنين من خلال قنوات التواصل اللي وفرتها الوزارة، واللي بتيح لأي مواطن أي مستهلك التواصل مع الوزارة وتمرير أي شكوى وملاحظة تتعلق بالأسواق. نعم، أشكرك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة معنا. كنت معنا ناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة السيد ينال البرماوي، شكرا لك.